بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ شباب النهاردة بإذن الله تعالى أول توتوريال لينا في هذا المقرر معايا. طبعا العنوان المحاضرة النهاردة هيبقى Radiation Detection and Measurement. هنتعرف في المحاضرة بتاعت اليوم على الأجهزة الخاصة بالDetection of Radiation، أنواعها وإيه المواصفات اللي موجودة في الراديو نيوكليايد اللي بتخلينا ممكن إن إحنا نعرف نعملها Detection بسهولة. هنبدأ بإذن الله تعالى المحاضرة ان احنا لازم في النيوكليير ميديسن ضروري جدا ان احنا نتاكد من اكثر من شيء، ان احنا نعرف نعمل ميجرمنت لاكثر من شيء. اول حاجه هي البريزنس، بعدين التايب، بعدين الانتنسيتي، بعدين الانرجي اوف راديشن ايميتد باي راديو نيوكليز. يبقى الاربع حاجات دول لازم يبقى في طريقه معينه ان احنا نعرف نعمل لهم ديتكشن. بريزنس اول حاجه اللي هو هل عندي راديشن ولا لا. في بعض الأحيان بيبقى الغرض من أجهزة الديتكشن إن أنا أشوف أو تو ديتكت إذا كان في عندي مثلا تلوث إشعاعي في مكان ما، فبالتالي إن أنا أقدر إن أنا أكشف عن هذا التلوث وأكشف عن وجود مادة مشعة في هذا المكان. اتفقنا قبل كده إن المادة المشعة يعني في خطأ أو في مس أندرستاندينج عند بعض الناس إن هي بتكون لونها فوسفوري أو لونها مختلف، لا هي لونها طبيعي زي أي محلول موجود، ولكن بتكون بتطلع راديشن غير مرئية. وبالتالي طريقة من طرق التأكد من وجودها ان انا لازم اخترع نظام او اعمل نظام للتأكد من ان المكان ده هل في نسبة تلوث اشعاعي او لا. التايب اوف راديشن لازم يبقى عندي سيستم او برضو طريقة ما ان انا اتأكد من نوع الراديشن اللي طالع عندي، الانتنسيتي قوة الراديشن اللي موجودة عندي، وكمان الانرجي، انرجي اوف ذا راديشن، عشان ساعات بحتاج هذه الانرجي في ان انا اظبط الدوز للبيشنت قبل ما اديه الجرعة المطلوبة. ده كله ممكن انا اعمله باستعانه بانواع كثيره من الراديشن ديتكتنج انسترومنت على حسب الاستخدام، بختار النوع المناسب وابتدي ان انا تو ابلاي الطريقه دي في المكان اللي انا بشتغل فيه. عندنا نوعين رئيسيين او تقسيمه رئيسيه لانواع الراديشن ديتكشن انسترومنتس، بتنقسم على حسب المواصفه اللي انا بقيسها جوه المادة المشعة دي. فعندنا النوع الأول اللي هو الجاز فيلد ديتكتورز. جاز فيلد ديتكتورز دي بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على خاصية موجودة عندي في المواد المشعة إن هي بتعتبر الراديشن اللي طالع منها ionizing radiation. يبقى بتعتمد إن المادة المشعة لما بتتفاعل مع بعض المواد بتعمل لها ionization، وبالتالي هذه الionization بتحول المواد الى negatively charged electrons و positively charged ions، وبالتالي ممكن انا استغل هذه الخاصية في detection of radionuclides. الخاصية التانية او الشيء التاني بتعتمد عليه او التقسيمة التانية اللي بنتكلم فيها النهاردة في الاجهزة اسمها scintillation detectors، ودي بتعتمد على خاصية موجودة بتحدث نتيجة للinteraction of radiation مع بعض المواد. هذه المواد بسموها scintillators. يبقى المواد المشعة أثناء الديكاي بتاعها بتطلع بورتيكلز أو بتطلع rays بتتفاعل مع بعض المواد بيسموها scintillators، بينتج عندها sparks or scintillations of light، وميض. هذا الوميض بيتناسب مع قوة الإشعاع اللي اتعرض ليه هذه المادة، وبالتالي ممكن برضو أستخدم هذه الخاصية في detection of radionuclides. أول ما هنبدأ بالتقسيمة الأولى اللي هو الجاز فيلد ديتكتورز او النوع الاول من الاجهزه اللي بتقيس عندي المواد المشعه بتقدر تحددها، بيسموها جاز فيلد ديتكتورز. الكونسبت بتاعت هذه الطريقه بيعتمد على دائره كهربائيه فيها قطبين موجب وسالب، وما بينهم في عندي سيلندر، هذا السيلندر فيلد وذ جاز. يبقى في النص ده السيلندر الموجود ده فيه جاز موجود في الوضع الطبيعي. الغاز ده طبعا في الاغلب بيبقى خامل، ما بيبقاش فيه مرور للتيار الكهربائي، الغاز ده لا يسمح بمرور التيار الكهربائي، وبالتالي الدائره دي مقطوعه غير متصله ومش هيمر عندي تيار كهربائي. يبقى عندي دائره كهربائيه متوصله بمصدر تيار كهربائي بيدي فولت معين، في النص فيه جاز فيلد سيلندر، في الوضع الطبيعي مش هيمر التيار الكهربائي نظيره لوجود غاز غير قابل لمرور الغاز التيار الكهربائي منه. لما هذا الغاز
يبقى ما بين تو الكتروز زي ما شايفينه بيحصل له ايونيزيشن عن طريق مرور سواء الفا او بيتا بارتكلز او جاما رايز. في خلال هذا الجاز بيحصل عملية الايونيزيشن، عشان كده بنسمي مثل هذه الانواع من انواع الراديشن ايونيزنج راديشن. بيحصل ديسوشيشن للالكترون، بيطلع الكترون وبيطلع ايونز، يبقى ايونز والكترونز كل واحد بيروح للقطب العكس الشحنة بتاعته. الايونز بوزيتيفلي تشارجد بتروح للنيجاتيفلي تشارجد الكترود، والالكترونز بتبقى نيجاتيفلي تشارجد بتروح للبوزيتيفلي تشارجد الكترود، كل واحد بيروح للالكترود اوف ذا اوبوزيت بولاريتي. بما ان بدا يتحصل ديسوشيشن وبقى عندي ايونز والكترونز، بقى عندي شحنات، ده هيسمح بكرييشن اوف ايونايزنج كارنت. هيمر تيار كهربائي في هذه الحاله، وممكن ان انا اقيس هذا التيار باستخدام اجهزه الالكترومتر. يبقى استخدم الالكترومتر عشان اقيس قوه التيار الكهربائي اللي عبر نتيجه للايونايزيشن اوف الجاز اللي موجود داخل السيلندر بتاع الجهاز. هقيس الالكتريسيتي اللي عدت، ودي هتبقى معبره عن مقدار الراديشن. يبقى تاني عندي جاز موجود في سيلندر، هذا الجاز خام في الوضع العادي ما بيمرش التيار الكهربائي. لو مر خلال هذا الجاز الفا او بيتا بارتكلز او جاما رايز هيحصل ايونيزيشن لهذا الجاز. الايونيزيشن ده هينتج عنده ديسوشيشن لالكترونز وايونز، يبقى ايونز والكترونز هيبقى موجودين داخل الشامبر اللي كان موجود فيه جاز سابقا، وبالتالي هيبتدوا يتحركوا، كل واحد هيروح للالكترود للعكس شحنته، وهيبتدي في هذه الحاله يمر تيار كهربائي. هذا التيار الكهربائي ممكن اقيسه باستخدام اجهزه قياس التيار اللي بيسموها الكترومتر. الكارنت او التيار الكهربائي اللي مر هيبقى بروبورشنال لحاجتين، عندنا حاجتين بيأثروا عليه. اولا الابلايد فولتج، انا عندي قلنا من البدايه عندي دائره كهربائيه متوصل بيها مصدر للتيار الكهربائي، وبالتالي هذا المصدر بيدي فولت معين لداخل الجهاز. ثانيا كمان هيبقى معتمد على الاماونت اوف راديشن، يبقى دولت الحاجتين اللي هيأثروا لي في قوة التيار الكهربائي اللي معدي والقراءة بتاعة الالكترومتر. أنا المهم عندي إن أنا أقيس الأماونت أوف راديشن. طالما أنا عارف الأبلايد فولتج عندي، هبقى عارف إن أي تأثير زايد عنه هيبقى نتيجة للأماونت أوف راديشن اللي كانت موجودة عندنا. في الجاس فيلد ديتكتورز بتتقسم بقى تحتها إلى أنواع تانية. أول نوع بيسموه الأيونيزيشن تشامبرز، والنوع الثاني بيسموه جايجر مولر كاونترز. دولت النوعين اللي تحت تصنيف الجاز فيلد ديتكتورز. بيختلفوا عن بعض في ايه؟ بيختلفوا عن بعض في الاوبريتنج فولتج. يبقى النوع اللي هو ايه، الايونيزيشن تشامبر، بيشتغل عند فولت مختلف تماما عن اللي بيشتغل عنده جايجر مولر تشامبرز، وبالتالي الاستخدامات هنا هتفرق نتيجه للفرق في الفولتج الابلايد في الدائره الكهربائيه للجهازين دول. الايونيزيشن تشامبر بيشتغل عند من 50 ل 300 فولت، من 50 ل 300 فولت، ده الفولت بتاع الجهاز اللي متوصل بالدائره الكهربائيه، في حين ان الجايجر مولر كاونترز بتبقى الفولت المتوصل بيها بتبقى اكثر من حوالي 1000 فولت، وبالتالي هنا القوه بتاع الفولت اعلى وحساسيه الجهاز بتبقى اعلى. يبقى الفولت بتاعي بيفرق لي في استخدام الجهاز، لما ما بقاش محتاج حساسيه عاليه للجهاز بستخدم الايونيزيشن شامبر اللي هو الفولت بتاعه من 50 ل 300 على حسب تصنيع الجهاز وعلى حسب الشركه المصنعه، في حين لو محتاج حساسيه عاليه واقيس راديشن بمستوى قليل قوي بحتاج ان انا استخدم جايجر مولر كاونترز اللي هي بتقيس لي تقريبا او بتستخدم فولت تقريبا 1000 فولت. الايونيزيشن شامبر اللي عندنا تو اكزامبلز مهمين جدا لازم نبقى عارفينهم. Examples للionization chambers عندنا أول جهاز بيسموه QTPI counters، والجهاز التاني بيسموه dose calibrators. ال QTPI counters دي بنعمل بيها measuring لل high intensity radiation sources، مصدر إشعاع عالي جدا زي ال outputs اللي بتحصل من ال X-ray machines. عايزين نشوف إيه كمية ال radiation اللي طالعة من X-ray machine، بنستخدم ال QTPI counters. في حين إن ال dose calibrators جهاز مهم جدا، بيستخدم زي ما اسمه كده بيقول، بيستخدم في قياس الجرعات اللي هديها للبيشنت قبل عملية الدايجنوزس أو قبل عملية الثيرابي. يبقى الدوز كاليبريتور بيقيس لي جرعات هديها للبيشنت، في حين الكيوتي باي كاونترز بيقيس نسبة الإشعاع اللي طالع من أجهزة اللي بتدي مصدر أو بتدي كمية إشعاع عالية.
dose calibrator, one of the most essential instruments for measuring the activity of radionuclides for formulating and dispensing radiopharmaceuticals. لما اجي ان انا اصنع احضر الراديو نيوكليات بتاعي واصرفه للبيشنت، في لازم ان انا اكون قايس نسبه الدوز، نسبه الاشعاع اللي موجوده عندي في الجرعه اللي هحضرها دي، لان على عكس المواد او الادويه اللي موجوده اللي بنستخدمها في الوضع العادي اللي بتعتمد في الجرعات بتاعتها على دوز معينه بتركيز معين، هنا ما عنديش تركيز، عندي انتنسيتي، عندي انرجي، عندي مقدار معين من الطاقه اللي انا محتاج اديها للبيشنت ده عشان تديني صوره واضحه او عشان يقوم هذا الدواء باتمام عمليه العلاج بشكل واضح. الدوز كاليبريتور ده عباره عن جهاز سيلندريكال شيبد سيلد تشامبر، في سيلد تشامبر جوه مقفول ومحكم الغلق، وهذا التشامبر موجود فيه عندي اركون جاز وفي تريسز اوف هالوجين ممكن تتحط في وسط هذا التشامبر، ودول كلهم بيبقوا ات هاي بريشر. ليه هاي بريشر؟ عشان يضغط الغاز اللي موجود عندي ده ويبقى المولكيولز بتاعت الجاز قريبه من بعض وفرصه الانتراكشن عندي تبقى عاليه. الفولت اللي بيشتغل عنده هذا الجهاز حوالي 150 فولت، يبقى الدوز كاليبريتور الفولت اللي بيشتغل عنده 150 فولت. ده شكل الجهاز في الحقيقه، اللي عندنا السلندر اللي موجود في الجهاز ده بيبقى سيلد وموجود جواه الجهاز، وبحط البوتل اللي موجود فيها الراديو فارماسيوتيكال بتاعي اللي هستخدمه داخل هذا السلندر، يبتدي مباشره في الشاشه اللي احنا شايفينها دي يعرض لي الدوز بتاعه الراديو فارماسيوتيكال اللي انا موجود عندي ده بالمايكرو كيوري بايا كانت الوحده، المهم انه يبقى انا اقدر ان انا احضر جرعتي عشان اديها للبيشنت وتكون مناسبه للغرض اللي هتقوم بيه. ده سكيماتيك برزنتيشن للجهاز، عندنا في سامبل هولدر اللي موجوده جواه البوتل بتاعه الراديو فارماسيوتيكال، عندنا الشامبر او السلندر المغلق او السيل ده موجود في الجهاز، وطبعا في تيار كهربائي وفي دائره كهربائيه فيها اوتر الكترود وفيها انر او كولكتور الكترود، كل ده بيبقى موجود في ليد شيلدنج، يبقى السلندر ده محاط بكل اتجاهات بليد، بحيث ان انا لو حطيت العينه بتاعتي جوه الشخص اللي بيقيس ما يتضررش من الاشعاع اللي طالع منها. اول ما احط العينه بتاعتي جوه الجهاز هيبتدي يطلع بيتا بارتكلز، الفا بارتكلز، جاما راديشن، ايا كان نوع الراديشن اللي طالع هيطلع هيصطدم بجزيئات الجهاز، هيعمل لها ايونيزيشن وديسوسيشن للالكترونز والايونز اللي موجوده فيها، وبالتالي كل واحد فيهم هيروح للالكترود اوف اوبوزيت تشارج، وابتدي هلاقي ان في تيار وصل والديسبلاي الموجود بتاع الجهاز بدا يديني قراءات للاكتيفيتي بتاعه الراديو فارماسيوتيكال اللي انا بستخدمه. هنا عندنا بس مشكله صغيره في هذا الجهاز، لان because radiations of different types and energies produce different amount of ionization. different radiation of different types and energies. انا عندي مصادر مختلفه للراديشن، ممكن يكونوا المفروض ان يكون ليهم قراءه واحده، هلاقيهم ادوا قراءات مختلفه نتيجه لان الايونيزيشن باور بتاعتهم مختلفه. فهيبقى ده هيديني ان الايكوال اكتيفيتيز اوف ديفرنت راديو نيوكليايز بتديني ديفرنت كوانتيتيز اوف كرنت، ودي مشكله. انا محتاج ان الايكوال اكتيفيتيز تديني نفس الاماونت اوف كرنت، ولكن لان هم مختلفين، مصدرهم مختلف، نوعهم مختلف، الانرجي بتاعتهم مختلفه، فبالتالي ممكن الاقي ان الكرنت البروديوسد باي ديفرنت راديو نيوكليايز من المفترض ان هم يكون ايكوال اكتيفيتي، ولكن الجهاز نتيجة لأن هما مختلفين في النوع أراهم بشكل مختلف. على سبيل المثال عندنا ال 1 ملي كيوري من تكنيشن 99 ام و 1 ملي كيوري من ايودين 131. المفروض إن أنا لو حطيتهم جوه الجهاز يدوني نفس القراءة، لأن ده 1 ملي كيوري الأكتيفيتي بتاعته وده كمان 1 ملي كيوري، وبالتالي المفروض ان الاكتيفيتي تبقى ذا سيم. لقوا ان الكرنت بروديوسد بيبقى ديفرنت لان التايب اوف راديشن اللي طالع من التكنيشن غير التايب اوف راديشن اللي طالع من الايودين 131 والانرجيز مختلفه، فالراديو اكتيفيتي وبالتالي حصل ايونيزيشن بطريقه مختلفه والكرنت بروديوسد بقى ديفرنت. هنا لجأوا الى
ان هم يركبوا جوه الاجهزه حاجه اسمها ايزوتوب سيلكتور، ايزوتوب سيلكتور علشان يقضي على هذا الفرق ويديني قراءات مماثله للايزوتوبس او للراديو نيوكليات اللي ليها نفس الاكتيفيتي. احنا اول ما بنبدا بنحط الايزوتوب بتاعنا، المفروض ان انا في السلكتور ده اقول له ان انا بقيس ايودين 131، او اقول له ان انا بقيس تكنيشن، فبحدد الايزوتوب اللي انا بقيسه قبل ما ابدا البروسيس علشان هو يعوض لي الفرق اللي كان ممكن يحصل نتيجه للايونيزيشن المختلف ما بين تو ديفرنت راديو نيوكليوتيدز. فالتعويض ده هيرجعني للاصل. يبقى انا لو حطيت التكنيشن اللي الاكتيفيتي بتاعته زي السلايد اللي فاتت كده ما بتقول 1 مللي كيوري هيقرا 1 مللي كيوري، لو حطيتها اللي حطيت الايودين 131 اللي ليه اكتيفيتي 1 مللي كيوري برضه هيقيسها مظبوطه، بس لازم في البدايه اقول له انا بقيس تكنيشن ولا بقيس ايودين، هيعوض لي الفرق وهيديني القراءه الصحيحه. يبقى الخطا ده هيعوض داخل الجهاز عن طريق ان اليوزر اللي هيستخدم الجهاز في البدايه هيحدد انهي ايزوتوب هو اللي بيقيسه حاليا، وبالتالي هيحصل عمليه كومبنسيشن للديفرنت من الايونيزيشن ده ويديني قراءه صحيحه. So the equal activities produce the same reading. ده اللي هو المطلوب في داخل الجهاز، ان ده هيحصل نتيجة لان اليوزر اختار الايزوتوب الصحيح من البداية. يبقى setting of isotope selector are basically the calibration factors. يبقى ده عبارة عن calibration factor، بيتضرب فيه النتيجة اللي موجودة ويديني ساعتها النتيجة الصحيحة. Determined by measuring the current produced by 1 millicurie of each radionuclide. يبقى لما عملوا الجهاز ده من البداية جابوا 1 millicurie، اوريدي معروف القوة بتاعة الراديونيكلايد ده 1 millicurie، حطوه في الجهاز لقوه بيقيس قراءة مختلفة، حسبوا الفاكتور اللي موجود ده وبدأوا ان هو يضربوه في القراءة اللي موجودة دي عشان تطلع لي القراءة الصحيحة. يبقى جابوا كل الايزوتوبس اللي بتستخدم فيها قراءتها هذا الجهاز وبدأوا يحطوا مثلا ايودين 131 1 millicurie، تكنيشن 1 مللي كيري برضو نشوف القراءه بتاعته ونشوف مقدار الخطا قد ايه، عملوا فاكتور وبدا ان هذا الفاكتور يضربوه في كل الاكتيفيتيز اللي بتحصل عشان احصل على القيمه الحقيقيه للاكتيفيتي. تمام، يبقى الـ unknown activity equals the current produced على الكاليبريشن فاكتور لهذا الراديو نيوكليايد. كل راديو نيوكليايد ليه كاليبريشن فاكتور محدد، وبالتالي بتقسم الكرنت اللي بينتج من الاكتيفيتي بتاعت هذا الراديو نوكلايد على الكاليبريشن فاكتور علشان احصل على الاكتيفيتي الحقيقي. يبقى في البدايه دي الخطوات بتاعت القياس عن طريق استخدام الدوز كاليبريتورز. اول حاجه set the calibration factor for the radio nuclei، ده هيتم عن طريق الايزوتوب سيلكتور. احدد من البدايه ان انا هستخدم دلوقتي هقيس ايودين، بعد شويه هقيس مثلا منتج تاني فلازم اغير السيتنج بتاعت الجهاز واقول له ان انا هقيس تكنيشيوم، وبالتالي تلقائيا اول ما احط السامبل داخل الشامبر بتاعتي هيبتدي ان هو يقيس الاكتيفيتي الصحيحه، ومع الاخذ في الاعتبار بالكاليبريشن فاكتور اللي كان محدده الجهاز سابقا. الجاز فيلد ديتكتورز اتفقنا ان في ايونيزيشن تشامبر وفي الجايكر مولر كاونترز، وان بيفرقوا عن بعض في الفولت الابلاي داخل. الابلكيشنز اللي خاصه بالجايكر مولر كاونتر هنا بتبقى بتستخدم في اللي هو بيسموها جي ام كاونترز فور ديتكتنج لو ليفل بيتا اند جاما راديشن. يبقى الجايجر مولر كاونترز بيقيس عندي اللو ليفل بيتا والجاما راديشن، لانه جهاز حساس جدا الابلايد كارنت زي ما احنا اتفقنا بيبقى حوالي الفولت بتاعه حوالي 1000، فبالتالي بيبقى حساس جدا للراديشنز الضعيفه. mainly used for the measurement of exposure delivered by radiation source. عشان كده بيسموه survey meter. حصل مثلا عندي نسبة تعرض معين لإشعاع، عايز أقيس نسبة التعرض دي حتى لو كانت دقيقة أو قليلة، فبقيسها باستخدام الجايجر مولر كاونترز. يبقى بيستخدم for area survey، عايز أعمل مسح لمنطقة معينة حصل فيها contamination، حصل فيها تلوث بلو ليفل activity، وبالتالي هعدي بالجايجر مولر كاونتر دي وتأكد هل في contamination ولا لا. في بعض الأجهزة منها بيبقى فيها audible alarm، بيبقى فيها كده زي نظام إنذار صوتي لو حصل إن في نسبة تعرض للراديشن أو وجود راديشن ملوث لهذا المكان، بيبدأ يدي عندي زي الكليكس كده وزي الأصوات
الارم بينبه الشخص اللي بيقيس ده ان في تعرض للاشعاع في هذه المنطقه او في تلوث اشعاعي في هذه المنطقه. واحده من مدخل للجهاز بيبقى فيه ثان ميكا ويندو، ده نوع من انواع الماتيريالز معمول منها الويندو الاساسيه اللي هي بتستقبل الراديشن على واجهه الجهاز، دي بتسمح بدخول البيتا بارتكلز واللو انرجي جاما راديشن. دي بتسمح بدخول بيتا بارتكلز واللو انرجي جاما راديشن اللي ناتجه من ملوث معين. هذه هي الاشعه الموجوده would be otherwise stopped by the metal cover provided for detecting of gamma radiation. يبقى لو انا عندي metal cover قدام هيسمح فقط بالديتكشن اوف جاما راديشن اللي من انتنسيتي عالي. لو انا فتحت الكفر اللي موجود قدام ده هيسمح لي بمرور البيتا بارتكل بيتا بارتكلز واللو انرجي جاما راديشن، تمام، لان البيتا بارتكلز واللو انرجي جاما راديشن مش هتقدر انها تعدي من خلال الميتال كفر، هتصطدم بالميتال كفر وبالتالي مش هتقدر تدخل. لو انا عايز اقيس بقى انتنسيتي عاليه من الجاما راديشن بشيل بحط الميتا كفر اللي هو الميتال كفر اسف اللي موجود في الاول الجهاز، وبالتالي هنا هنلاقيه ان انا بقيس فقط الجاما راديشن اللي من انرجيز اعلى شويه. طبعا الجهاز عشان سهوله حمله ويبقى سهل ان انا اعمل بيه مسح لمناطق معينه بيبقى اوبريتد باتري اوبريتد، بيبقى اشتغل ببطاريه، والريدنجز بتبقى موجوده عندي بوحدات المايكرو روينتجن بير اور، ملي روينتجن بير اور، روينتجن بير اور، اور كاونتس بير مينتس. دي كلها وحدات بتستخدم لقياس نسبة تعرض الجهاز ده لإشعاع معين في وقت ما، لأن دي exposure rate معدل تعرض الجهاز لإشعاع معين في وقت ما بظبطه، مثلا بشوف نسبة التعرض ده في الساعة قد إيه، كل ساعة بيطلع المصدر بتاع الإشعاع ده بيطلع مثلا مقدار معين من الطاقة بنقيسها باستخدام هذا الجهاز. دي صورة simply كده صورة جهاز بيستخدم الفكرة بتاعت الجايدر مولر كاونترز في عمل سيرفي لمناطق معينه. زي ما انتم شايفين الجزء الازرق اللي في اول الجهاز ده هو الميكا ويندو، ممكن ان انا اسيبها مفتوحه او ان انا اغطيها بميتال كفر عشان لو انا عايز اقيس لو هاي انرجي جاما راديشن. دي فكره الجهاز، الصوره بتاعته كاسكيماتيك برزنتيشن. نفس فكره الجاز فيلد ديتكتورز، عندي جوه جاز فيلد تشامبر بيبقى سيلد مغلق، عندي انود، عندي كاثود، عندي الميكا ويندو اللي في البدايه اللي بتستقبل الراديشن بيمر من خلالها الراديشن، وعندي الكاونتر اللي بيظهر عليه النتيجه في النهايه. هنشوف فيديو انيميشن لهذا الموضوع. تيجي الاشعه تصطدم بالجاز اللي موجود جوه، بتعمل له ديسوشيشن للالكترونز والايونز، كل واحد بيروح للالكترود اوف اوبوزيت تشارج، وبعدين التيار اللي هيمر ده هنقيسه بالريدنج او بالديسبلاي اللي موجود في الاسفل. مره اخرى نشوف اللي بيحصل. هذه الراديشن اتصدمت بالجاز ديسوشيشن الكترونز والايونز، بدا التيار الكهربائي يمر عندي ويحول الى ريدنج على الديسبلاي اللي في الاسفل. يبقى احنا اتكلمنا عن ان عندي جاز فيلد ديتكتور وعندي السنتليشن ديتكتور. بإذن الله تعالى في المحاضرة اللي جاية هنشوف أنواع مختلفة من Scintillation Detectors، وهنعرف الـ Principles بتاع العمل الخاص بالـ Scintillation Detector Detecting Instruments واستخداماتهم في الـ Diagnosis للـ Patients اللي عنده Tumor أو اللي عنده أي مشكلة وعايز أعرف حجم هذه المشكلة قد إيه. شكرا شباب، إن شاء الله نلتقي في المحاضرة الجاية بإذن الله.